مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في تغطيتنا الخاصه جدا والمستمره مع حضراتكم من هنا من لؤلؤه ساحل البحر الابيض المتوسط من مدينه العالمين الجديده اللي بتحتضن فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانيه، واللي انطلقت فعالياته يوم 11 من الشهر الجاري ومستمره مع حضراتكم حتى انتهاء شهر اغسطس. وزي ما تعودنا في تغطيتنا هنا في برنامج العالم في العالمين بنستعرض مختلف الفعاليات والانشطه الترفيهيه والثقافيه والرياضيه والفنيه والحفلات الغنائيه وغيرها من الفعاليات اللي بيمتلئ بها مهرجان مدينه العالمين. لكن النهارده عندنا تغطيه خاصه وحفله خاصه للقيصر كاظم الساهر اللي كان له حفله مميزه جدا ضمن فعاليات مهرجان مدينه العالمين الجديده في نسخته الثانيه، وشهدت رواج وحضور منقطع النظير من زوار مدينه العالمين سواء العرب والاجانب. هسيب حضراتكم في تغطيتنا الخاصه النهارده مع حفله كاظم الساهر ونرجع نكمل مع حضراتكم برنامج العالم في العالمين.